مشاهدينا اهلا بكم من جديد نكمل الحديث عن امراض العيد والصيف وابتسامتك في عيد الفطر المبارك مع دكتور عميد خالد عبد عم الحميد اهلا وسهلا بك مجددا أهلاً أهلاً دكتور, أهلاً أهلاً دكتور وليد كنا قد توقفنا عند النصيحه الذهبيه الرابعه والتي تتحدث عن عن توقيت تنظيف الاسنان نعم بعد وجبات العيد او الغداء نعم. يعني يخطا العدد كبير حقيقه من الناس انه يباشر بتنظيف فمه بالفرشاة مباشرة بعد وجبة الطعام بعد وجبة العيد الرئيسية وطبعا هي ليس قد فضل العيد هي أيضا لكل وجبات وهذا خطأ اكتشفنا أنه بوجود عدد من المواد الحامضة في كل المواد خصوصا المواد العربية الميناء يصبح رقيق جدا فبسهولة يعاني من فقدان ميناء الاسنان، تزيل طبقة، وانت تفرجي تزيلين طبقة، فيجب الانتظار ساعة على الأقل، ساعة نعطي فرصة للعاب أن يعادل حموضة الطعام في الفم، اللعاب يظل ينظف الفم يظل ينظف الفم إلى أن يوصل إلى درجة المتعادلة اللي هي خمسة 5 باور بي إتش أو باور أوف هيدروجين. فلذلك النصيحة الذهبية أنه لا بد من ترك ساعة على الأقل قبل تنظيف الفم بالفرشاة بعد وجبة الطعام حتى نعيد ونلخص ما قلنا لمشاهدينا تحدثنا عن أربع نصائح ذهبية الأولى دكتور الأربع نصائح ذهبية هي ضرورة زيارة طبيب الأسنان نعم. بشكل دوري ضرورة استعمال الصحيح لخيط الأسنان والفرشات استعمال السترول للشرب وشرب مشروبات, المشروبات الغازية. الغازية. إذا كان إحنا إذا مضطرين يعني أو حتى العصائر الطبيعية م. نشربها بالقشة أو المصاصة أو السترو واستعمال العلكة نعم. بعد كل وجبة طعام لأن م. العلكة سبحان الله يجب أن تكون بدون سكر العلكة هذه العلكة أو اللبان أو القم الشوين قم اللي هو يكون م. بدون أو سكر أو اللبان العربي اللي م. ما فيه سكر هذا ممتاز هذا يؤدي إلى إفراز الغدد اللعابية لكمية كبيرة من اللعاب غسل الفم المحافظه على درجه متعادله من الحموضه ما يكون حامض وحقيقه كمان يمنع رائحه الفم الكريهه لانه زياده افراز اللعاب يعني نعم. ترطيب الفم ما في جفاف لا نعم. يتكون الخلوف. وتنظيف الاسنان بعد ساعه من الوجبه على الاقل ترك ساعه واحده على الاقل بعد, بعد وجبه الوجبة. الطعام بعد وجبه العيد لتنظيف الفم حتى لا نزيل جزء من الميناء خلال ننتقل الى النصيحة الذهبية الخامسة الحقيقة هذه صار هذه الحقيقة اكتشفناها قبل سنة في في معهد ايسمان لطب الاسنان اكتشفوا انه معجون الاسنان فيه فلورايد وهذا الفلورايد هو مهم جدا لتقوية سطح الميناء ومنع ذوبانه بالحامض او بسبب التسوس فيجب ان لا عندما ننظف الفم بمعجون الاسنان والفرشاه انه لا ن... لا نتمضمض بالماء لا نتمضمض بالماء وانما فقط نبصق ونخلي كميه قليله في من الأسنان المعجون من المعجون حتى الميناء تمتص هذا الفلورايد الموجود وتقوي صلاده الفل... الميناء فيكون اكثر مقاومه للحوامض وللجراثيم ما يسبب تسوس اذا معلومه في غايه الاهميه عند تفريش الاسنان يعني الافضل انه ما لا يتم نتمضمض لا بالماء. تستعمل الماء انه تحاول تزيل كل ما تبقى من المعجون المعجون المواد اللي موجوده فيها كلها مسموح ان واحد يبلع كميه بسيطه منه لا يؤثر على صحه هذه وخصوصا مع جين الاطفال فدائما تمض يعني ابصق ولا تتمضمض اترك كميه حتى قليله حتى يبقى معجون ما مع بين الاسنان, الأسنان معجون فيه كميه فيها الصوديوم فلورايد هذا الفلورايد مم. يمتص من قبل الميناء الميناء يتحول الى اكثر صلاده اكثر قوه اكثر مناعه ويحمي من الاسنان ايضا ويعطي نفس طيب, طيب كمان لانه يعني في ماده نعم النصيحة الذهبية هذه السادسة, السادسة السابعة. والسابعة السابعة شوية حتتفاجئون من الدراسة تفضل. اللي عملناها طبعًا الذهبية السادسة هي أن واحد ينظف يجب أن ينظف الفم بالفرشاة لمدة دقيقتين على الأقل اللي ما يحسبها دقيقتين لا ينظف أحسن لأن آه. اكتشفنا أنه لكي نحقق التوازن ما بين تنظيف كل الأسنان واللثة واللسان وسقف الفم بشكل متوازي وبشكل منتظم يجب ان تكون على الاقل دقيقتين مرتين في اليوم فالقاعده 2 باي 2 دقيقتين كل مره مرتين في اليوم اول ما نصحى قبل الفطور وبالليل قبل ما بعد وجبه نترك ساعه بعد وجبه مرتين العشاء في اليوم و... لمدة, دقيقة لمده دقيقتين في كل تنظيف في ناس تستعمل اكثر من مرتين باليوم لا لا ضير على راحتهم لا ضير لا ضير لا نرجع للنصيحه السابعه ذا المخرج اللي قبل هذا السلايد لو سمحتوا سلايد نعم تفضل لا تترك فرشاة الاسنان مكشوفه في الحمام اكتشفوا علماء في في بريستل في جامعه بريستل انه 75% بالمئة من فرش الاسنان المكشوفه في الحمام عليها اثار براز. كيف؟ من لانه عاده الحمام يكون فيه التواليت صحيح, صحيح فعمليات التنظيف والهذه اكتشفوا انه كل من يترك فرشاه الاسنان مكشوفه في الحمام سيكون فيها اثار من البراز فيجب انه اما مغطاه او ما نخليها في الحمام نتركها في مكان مم ثاني في 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 شيء ينقفل عليه قد تتعرض لامور اخرى كمان الفرشات يعني نعم. في المواد المنظفه اللي بنضفه فيها الحمام استعمالها كمان ممكن ياثر عليها ولكن من الخطوره انه البراز يعني انت تعرفين استاذه وجدان اغلب امراض المعويه والتسممات وسببها سببها الجراثيم التي يكون في البراز الشركه كولاي ما نسميها فوجود الشركه كولاي على فرشات الاسنان يعني احنا مو كان من نريد حا... نحافظ على ابتسامه مشرقه وفم صحي احنا يصير عندنا عمرات. نجلب نفسنا الشريك كولاي والتسمم و... فلذلك لا تتركون فرشات الاسنان مكشوفه في الحمام لازم اما تغطى تكون او تخلى في مكان يغطى بعيد عن تاثيرات علبه بلاستيكيه نعم مثلا تاثير عن خطة. تاثير الحمام لانه تاثير الحمام والغبار وفي امور كثيره نعم دكتوري. ويجب ان نغيرها كل ثلاثة اشهر <applause> نعم هاي فرشاة يجب ان تتغير كل ثلاثة اشهر هذه مهمة اذا عدم ترك فراش الاسنان مكشوفة نعم. في الحمام من النقاط المهمة النصيحة الذهبية الثامنة السفر لا تسافر يعني لا تسافرون الى اي عطلة قبل ما تتاكدوا من انه اسنانكم واسنان اطفالكم سليمة ليش دكتور؟ لانه انا عدد كبير من الناس يتورطوا يروحوا عطلة وينتهون في البحث عن طبيب اسنان لا يجدوه او يجدون طبيب اسنان لا يعني يتكلم تتحول اللغه تتحول العطله من عطله يعني من الاستجمام لا. الى عطله عطلة مشاكل ومعاناه في وجود طبيب اسنان يتكلم اللغه اللي نعرفها او التقنيات اللي نعرفها او عدم وجود اساليب مكافحه العدوى اللي متعود عليها شخص اذا مكلفة يعني الفحوصات قبل السفر ضروريه لا بد انه خلال يعني فتره الشهر تحضير للسفر جزء من تحضير السفر مثل ما نعرف نحجز الطائره والفندق كمان نذهب الى طبيب الاسنان للتاكد من انه حتى الان نصرف تقريبا 70% من ميزانيه السفر على طبيب الاسنان لان طب الاسنان في العالم كله غالي يعني ولكن احيانا قد تحدث بعض المفاجات في السفر عاده تحدث لمن لا يهتم بالزياره الدوريه لطبيب الاسنان آه لم اجد من الناس اللي يعني عملنا لهم تقريبا ريفيو كل من تعرض لمشاكل أسنان أزعجت عطلته أو سفرته هو من لا يراجع بشكل دوري طبيب الأسنان يجعل المشكلة تتفاقم إلى أن تصل ايه النصيحة طحن الأسنان تحدثنا عنها وقلنا أغلبها سببها هو فشل الإنسان في القلق علاج طحن الاسنان هو عضه بسيطه بس مش مثل مشيجن تسويها طبيب يعني الاسنان بالصيدليات لا طبيب آه. الاسنان ياخذ قياس ويسويها على الاسنان اه يعني هي مش موجوده مش جاهزه للبيع لازم فيها نعم. جاهزه بس لا ننصح بها لان تغير العضه يفضل مم. انه الكستم ميد طبيب مم. الاسنان يسويها ياخذ قياسات وبالمختبر خلال تقريبا ست ساعات بعد ما يجف وهذه ياخذها معاه للسفر يعني يستعملها متى اثناء النوم اثناء يعتمد على يعني تشخيص طبيب للمريض، يعني طحن الاسنان هي عاده مدمره سببها فشل الانسان في السيطره على القلق، ممكن تؤدي الى تلف المفصل الفك، ممكن تؤدي الى قصر الاسنان، لأن واحد يبدا ياكل اسنانه مم. هو نايم يكسر اسنانه، صحيح. وفي حالات من التقرحات في الشفايف وفي اللسان، كنا نشك قبل ما اكتشفنا انه سبب الطحن انه هذه سرطان وردنا ناخذ في يعني حاله ردنا ناخذ عينه بايبسي حتى نبعثها للمختبر الى ان وجدت اثار عضة الاسنان على الخدين من تحت واللسان سمي سكالوبنج يصير تاثير فسالت المريض انت يعني تعاني من طحن الاسنان قال والله يعني بس انا اصحى فكي فقلت له كلم لزوجتك زوجتك واسالها سال زوجتك قالت له نعم انت تطلع اصوات عجيبه غريبه وانت نايم وكنا يعني كانت انا مقرر ان اعمل له بايبسي كنت اشك انه هذا سرطان في اللسان لانه يعني يعض ويجرح لسانه وطول اعطيناه بعض العلاجات يعني معالجه التقرح هذا لكن ورا ما اكتشفت زوجته اكدت انه اعطيناه هذا الميشيغان سبلنت خلال اسبوعين اختفت اه سبحان الله وفي ناس يعانون من زوائد في الشفايف وتقرحات كمان سببها خلال النوم انه يكون متنرفز يعض وبعضهم يتعرضون لما انزل الله بها من سلطان يعني مع لكن هل يستطيع طبيب الاسنان معرفه انه هذا الشخص نعم آه يعني يعمل هذا الشيء يعض اسنانه او لا؟ يبين عندنا من سطح يبين الاسنان لان يكون الاسنان مكان مو فيها تشريح وتضاريس نعم تشريحيه يكون فلات نعم والخدين في عضات واضحه واللسان يصير فيه سكالوبي.. نعم النصيحه الذهبيه العاشره النصيحه الذهبيه العاشره انه دائما انه وجبات الطعام بقطعه من الجبن والله؟ ليه الجبن ما فيه هو قاعدي يكسر الحموضه الجبن يعادل الأصفر الحموضة. الشدر كل الشدر. انواع الجبن كل انواع, كل أنواع الجبن أنواع الجبن. آه. الجبن هو فيه قاعدي ماده قاعديه وتعرفين استاذ وجدان القاعد هو ضد الحامضي فلما تاكلين اخر شيء بوجبة العيد قطعه من الجبن يخفف من حموضه الفم ومن تنهيها بعلكه خلاص انت حافظتي على نظافه <applause> نحن بننهي عاده بالحلويات في هذا الخطا <applause> هذا انا اقترح لازم نغير عاداتنا معنا مشاهدينا وانا خليت كمان في طبعا نصائح انا كل شهر اعطي نصيحتي الذهبيه في السلايد الثاني اللي فيه ال او الاخير اللي فيه التويتر اكونت تبعي <applause> نعم نحن حطينا تويتر بعتقد يمكن حط حطينا تويتر بالبدايه آه. تويتر أكاونت. ممكن نعيده مره ثانيه دكتور؟ ممكن أي. آه دكتور شكرا جزيلا خلص وقت الحلقه كل عام وانتم بألف خير كل عام وانتم بألف خير يا رب. شكرا جزيلا لحضورك استفدنا اكيد وان شاء الله المشاهدين يكونوا ايضا استفادوا معنا آه دكتور عميد خالد عبد عم الحميد مدير المراكز البريطانيه للجوده في طب الاسنان شكرا جزيلا لحضرتك كل سهل. عام وانتم بألف خير, خير مشاهدينا آه كل عام وانتم بخير